أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. إخواني الأعزاء، لازلنا في القلب القاسي. في الحلقة السابقة تكلمنا عن مظاهر القلب القاسي، وفي هذه الحلقة سنتكلم عن أسباب القلب القاسي، يعني ما هي الأمور التي يؤديها الإنسان حتى يصاب بهذا المرض الذي نعبر عنه بالقلب القاسي. اختصاراً إخواني، نذكر مظاهر القلب القاسي التي ذكرناها في الحلقة السابقة. قلنا أول مظهر من مظاهر القلب القاسي الجفاف الروحي، ثاني مظهر من مظاهر القلب القاسي عدم المبالاة بالذنب، ذنب على ذنب. ثالث مظهر إخواني عدم الاهتمام بالمحرومين والمستضعفين في الأرض. المظهر الأخير وهو الرابع جفاف الدموع. الآن إخواني الأعزاء، نقف على الأسباب التي تؤدي إلى قساوة القلب. إخواني، جمعت الروايات، توصلت إلى 7 أسباب، ربما هنالك أسباب عديدة أكثر، ولكن وصلت فقط إلى 7 أسباب. السبب الأول ذنب على الذنب، أي توالي الذنوب. السبب الثاني كثرة الحديث مع النساء. السبب الثالث مناقشة الأحمق. السبب الرابع مجالسة الأغنياء المترفين، وليس كل غني وإنما فقط الغني المترف. الخامس مجالسة الأنذال. السادس كثرة الضحك. السابع كثرة الأكل والشرب. عموماً إخواني، ذكرت 7 أسباب، لابد أن نقف على سبب والسبب الآخر إلى السبب السابع، ونبين سبب قساوة القلب من هذه الأسباب 7. أول أمر إخواني، الكل يعلم هذا القلب الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه نظيف نقي، ولكن من كثرة الذنوب وتوالي الذنوب إخواني هذا القلب يسود ويصير قاسي. إخواني، أحد العلماء يوم من الأيام فكر، قال أنا إذا بقابل الله شلون صحيفة أعمالي راح تكون؟ يقول عمري حاليا أنا 60 سنة. يقول هذا العالم لو أعصيت في اليوم ذنب واحد، معصية واحدة، وأنا عمري 60 عام سأقابل الله عز وجل إخواني بصحيفة مملوءة من الذنوب. يقول أحصيتها ولا إلا هذه الذنوب رقمها إخواني 20,500 ذنب. هذا العالم إخواني لم يتحمل، سقط مغشيا عليه. إخواني، نحن نبالي بتوالي الذنوب أم لا؟ لابد أن نحاسب النفس إخواني في كل يوم. كل يوم قبل لا تنام أخي العزيز أفرش السجادة وفكر أنا في اليوم كم ذنب أذنبت. الأمر الثاني كثرة الحديث مع النساء. أتكلم عن كثرة الحديث، لا أقصد إخواني مع الأخت والأم والخالة والعمة، لا، أتكلم عن الأجنبية. إخواني، كثرة الحديث مع النساء لا يخلو من المنزلقات. أنا إخواني أتفاجأ في هذه الأيام، ومعذرة على هذه الصراحة، أتفاجأ في هذه الأيام من البرامج التواصل الاجتماعي هنالك إفراط بالحديث مع النساء، وبعد لا أريد أن أتكلم عن وضع الصور وإلى آخره. استفتينا بعض المراجع، ما هو رأيكم بتكوين العلاقة بين الرجل والمرأة عبر الإنترنت؟ جاء الجواب لا يجوز. إخواني، كثرة الحديث مع النساء لا يخلو من الذنوب والمنزلقات. الأمر الثالث مناقشة الأحمق. ما المقصود من الأحمق إخواني؟ ورد في الرواية ممارات الأحمق تقول ويقول ولا يرجع للخير أبدا. عموما، الأمر الرابع مجالسة الأغنياء المترفين. الغني المترف من هو إخواني؟ هذا الغني الذي يلهث إخواني وراء الدنيا والماديات. اللي يجلس مع هذا الغني إخواني طبيعي راح يصير تفكيره إخواني نفس هذا الغني المترف، فقط يفكر في الماديات والحياة بترف، وإخواني ينسى من المحرومين والمستضعفين في الأرض، قطعا سيصاب بقساوة القلب. الأمر الخامس مجالسة الأنذال. الندل إخواني هو الحقير الذي يستصغر الآخرين. فكر أنت، شوف شخص نذل
تخيل أنك تماشي طبيعي، هذه صفات النذالة والحقارة واستصغار الآخرين ستنتقل إليك، أقلها إذا انتقلت إليك راح تسخر من الآخرين، تستأذئ من الآخرين، تغضب على الآخرين. الغضب إخواني أحد مناشئ شنو مولانا؟ هو ترى نفسك أكبر منه وتستصغر الآخرين. رقم الأخير كثرة الضحك، لا أريد أن أبين تفصيل كثرة الضحك، ولكن أدعوك أيها المشاهد اذهب إلى أحد المجالس، إذا ذهبت أو كنت ذاهب ولا أدعوك إلى الذهاب، فكر في هذا المجلس وأنت أفرطت بالضحك، كم ذنب أذنبت، كم غيبة، كم استهزاء، كم وكم وكم. كثرة الضحك إخواني لا تخلو من المنزلقات. الأمر الأخير كثرة الأكل والشرب، المقصود إخواني من كثرة الأكل والشرب أن تأكل فوق الشبع وتشرب فوق الارتواء. العلامة آية الله مصباح اليزدي يقول أحد أسباب الذنوب إخواني التخمة، يعني ماذا التخمة؟ كثرة الأكل. خلاصة الكلام إخواني الأعزاء، أسباب قساوة القلب 7 هي الذنب على الذنب، وكثرة الحديث مع النساء، ومناقشة الأحمق، ومجالسة الأغنياء المترفين، ومجالسة الأنذال، وكثرة الضحك، وكثرة الأكل والشرب، والحمد لله رب العالمين.